احنا اليوم عندنا بطولة ريش الطائرة الزوجي، وغدا بطولة ريش الطائرة فردي وثانوي وأساس عليا، وسوف يتكون عندنا فريق. هذا الفريق سيباري على مستوى الوطن، وإن شاء الله أن نفوز على مستوى الوطن لهذا العام. وهذه البطولة هي بطولة بنات، وعندنا أيضا بطولة ذكور اللي هي كرة قدم الخميس، ونأمل أن تنطلق هذه البطولات جميعا في هذا الأسبوع والأسبوع القادم، وأن نفوز على مستوى الوطن. جايين اليوم نشارك في بطولة ريش الطائرة الزوجية للمدارس الثانوية في المحافظة. طبعا احنا بعثتنا المديرة ست نداء حمدان، طبعا كل الشكر إلها اللي بعثتنا على المباراة، وإن شاء الله نتأمل أنه نفوز بالمباراة ويطلع من عندنا منتخب كويس. طبعا كل الفضل بيعود لمعلمتنا ست نادي أبو زنت لتدريبها وجهودها، وإن شاء الله خير بالمباراة. يعني سلام، كان هناك تدريبات مسبقة للتحضير لهذه البطولة؟ طبعا كنا نتدرب يوميا تقريبا بالمدرسة، وإن شاء الله خير.